لا 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 امشي امشي نكبه امشي لا لا السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع مميز ما بعيد الاضحى، واليوم معي ريان اوسمز. يا هلا وسهلا. يلا يلا تايمينج تايمينج تايمينج، انتم بخير. اثنين ثلاثة هلا كل عام وانتم بخير يا مشاهدينا، وهو يقول لنا كل عام وانتم بخير وانتم كلكم بخير يعني ان شاء الله. طيب خلونا نوصل هنا. هاي في فخ وراء. الو ما لا ما تسويها ما تسويها ببداية. اوكي اوه حاط سكيب هنا، وهذا اول لف. الله يستر دخلنا على طول بمراحل. استهد بالله. بسم الله. كاتب ما في فايدة. وش هو؟ ما في كبدة. ما في كبدة. انا قريت ما في فايدة، ما ادري ليش. اوه وصلت كبدة. روح روح. اوكي. شكرا. هلا بي. هلو. كم واحدة؟ ثلاثة. اوكي. اللي بعده. اللي بعده. اوه هنا. لو لو. نط غبية شوي، ما ادري شلون جاية. اوه. صدق هذه ما نلقى في الاداء هنا. يب سويتها والله اني ذكي. لا تروح لا تروح على الحافة، خليك هنا حط وراك. ايوه. مش قدام شوي. انط ولا؟ انا اخر شيء نط. طوراك. اوه هلا بي. تقدم الى الامام. ليش حاط هذه كبده يعني؟ اللحم. اوكي. اوكي. طب خليني اشارك معك تكفى. يلا روح. تهويشك زي وجهك. يا كرواتري. كرواتري. ما تخليني اشارك. لا 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 امشي امشي نكبه امشي. ما في فايدة والله ما في فايدة. الله يهمني اسك. قاعد احتري احتري يمشي، قاعد ينظر فيني وانا انظر فيه. لا لا مو بكذا ريان. يا ساتر. اوكي بداية خير. شوف واحدة لي واحدة لك واحدة لي واحدة لك واحدة لي. لا لا شوف الطريقة انت لحالك بس، ترى في غدرات في النهاية. اوكي غدرات في النهاية ركز. طيب واحدة بتجيك على اليمين بعد شوي. اوه اخر واحدة. اخر واحدة. ضام حظي. ابغاها تطلع ذي اللي قبل شوية تطلع. اوه باقي. هم باقي. معطينا بريك هي بعدين نكمل. في تشيك بوينت اهم شيء؟ لا ما في تشيك بوينت. في 2000 years later ولا ما في؟ والله شوف يعني. والله قاعد اموت انا. اللي بعدها. تكفى تهوش يا اخي. عدي 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 صرف عدي 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 عدي. اوكي. كفو. اوكي. طيب هنا بيبقى عندي صرف. لا 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 اوكي. ايوه. اوه كفو. امشي امشي. تقدم الى الامام. الامام. اوكي خلينا ناخذ الكبده. سكيب. ما بحقنا سكيب. ها؟ هذه جرابلر. مو جرابلر شو اسمه؟ جلايدر جلايدر. ما في جلايدر. نط. اوه معك مسدس انت؟ اي اول ما تنط تجيك. وات؟ اي والله. اصبر. لا لا يقطم القهر. يا اخي يبغالها يبغالها مخ شوي. وين؟ ولا والله يبيلها اي والله يبيلها. يا ساتر والله احس انها صعبه شوي. واحد اثنين ثلاثه. لا سويتها. اوكي ما يحتاج تغير الاسلحه ترى بس وزنها. ما في فايده. ايش تعاني ما تعاني. خلصت كل الاسلحه. سلاح واحد بس خليك على رقم واحد. انزل اطلق هو يعشق الحالة. ايوه الله اوكي طيب. بعدين يلا وين؟ شوف فوق. يو بعيده. اشهد ان لا اله الا الله. يو واحد اثنين ثلاث ثلاث اربع خمس ستة. اوكي قاعد احاول اوزنها بس اي يقطع من القهر. لا رد طيحتني ريان. اما سقيت فيك سقيت فيك. اوه اوكي اوكي. ترى لو تحفظ الارقام تطلق 1 2 3 4 5 بعدين 1 2 3 4 5 والله ما توصل. والله يوصل يعني. اي صفر كل شوي. اطلق ثم رجع رقم 2 ثم اطلق ثم رجع رقم 2 فهمت؟
اوكي بسم الله. ما سوى شيء. ولو تطلقها بترتيب ايزي طيح. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إلا والله قربت قربت. يوه لا 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 يقطع أم القهر. تحديت الفتحة يا ساتر. أوه جنبها والله. شف احط على رقم 6 يصفر ليه؟ يا الله كل شوي يسقف الطرف. يو يقطع من القهر. الله والله على بالي طحت. مخر مخر مخر. اوه كم في سكيب؟ طيب هو لازم نخلص انه ما عندنا شيء. طيب هذه الروح نرجع ايزي لعبتنا. ون بلوك جيم. اوكي بعدين. اوه اوكي رايح جاي رايح جاي. حلو والله فكرتها غريبة اول مرة اشوفها. ايه شاطحة شوي بازل. يا الله عادم جديد. باقي الاخيرة بسم الله. تكفى تكفى. اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الله اوكي خربت بس يلا ما عليه. خربت كل شيء. سوينا كل شيء للهاي فايف بسم الله. اوكي هذه يا ساتر. واو هو يعيد 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 الزون. شو انتظره جاي يروح هو يعيد اذا نطيت اصلا مع نطة البكة هذه. اوكي صح عليك صح عليك صح عليك صح عليك. ارقى فوق. هو كمل 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 كمل. يا اخي اصبر اصبر انا لصقت في جدار وجبت لي. حلو روح يا وحش. بسم الله على بركة الله. تكفون تكفون تكفون. ها هذه وين؟ اللي هنا. لا ولازم تناظر اللي بعدها بعضها يعني يسك راسك ترى. اوه اي والله انك صادق. يا ليل ليل. قص ليش توتر انا ما في ما في زون؟ اي زون يوصل عندك بس. يب اقطع ام الهالة. لا انا عرفت ايش السر. هذا السر. شوف شوف اصبر. سكر الياقة. انخنق شوي انخنق عشان تعرف تخلص على طول. يا الله يا ربي بسم الله. ما في فائده. شوف شوف في شيء في نقطه تحسب له صراحه اللي هي اهم شيء انه اذا متنا عطوا رجعنا. يب الريسبون السريع. اقسم بالله انك فكيت ازمه. 2000 years later. لازم نط على هذه الاولى بعدين اخذ عزم بعدين نط على الثانيه. شفت كل شوي اسقى فيها ما عمر وصلت لها ترى. ايوه شفت والله العظيم ما اقدر. اوه وصلت فوق. اوف اصبر خليني وشنقب. والله ما كملته حتى. كيف؟ والله سحر جامد يا اخي. الظاهر هذا ايش يسوي؟ العب. ها؟ لا والله غلط. لازم لازم مع نقزه. لا مو مع نقزه. احس سكرت عليك ما ري. اصبر بلوك اصلا ايش السؤال فيه؟ اها مع نقزه. انقز ونط على اخرها على اخر سبيد. ايوه ايوه حلو حلو حلو. اهلين عيد بسم الله على بركة الله. اوكي طيب ما يوصل سبيد. اوه وصلت. اوكي قاعد اسقف جدار كل شوي بس كذا بس كلاس. اوه هذه لعبتي. نيو جمب لعبتنا. لعبتنا ما راح اطيح فيها ولا طيحة. حدس اللوم. طيب تحرك سرعة. طيب الله يعطيك العافية. وش لا لا لازم اريح شوي. لا تضغط علي. اضغط علي. ها شفت ورا طيحه. الله اني اسطوره. شوف انا بجيبها من لمسه واحده. يا سلام بسم الله ما شاء الله. الله شايف شلون شايف شلون تعلم بسرعه. اوه اديت لعبتي لعبتي دي. اوكي اوكي ما نسويد هنا ما يحتاج. يعني ما لا تهوش على طول درع علق الاديت. المشكله سويد يخليك ما تسوي شيء. ايه سريع مره. اوه حاطين هرم. لازم لازم افتح الجهتين كلها. دقيقه المشكله الفخ على طول يطلع فهمت.
اصبر اتوقع ان اخر شيء نشوف. والله العظيم ما ادري وين. اوه ما شفت افضل تصدق. بس كنترول كراوتش اي كراوتش اي كيف شلون عشان تخفف السرعه بس سويتها. يب القم قاعد اشوف تسكر علي يسموني عبد ويدت حيوان اشو كنت اسوي مقلب بس قلت لا شد حيل الولد. ها القم يا اخي احب المبات اللي يحطون ايدت والله العظيم احس متعه يعني مو بعبده ايدت ولا شيء بس يعني يا ساتر افتح الباب اهم شيء الدخول كذا اللي في احد صقعت لازم طق الباب اطق الباب قبل الدخول اداب يعني اداب هيا لم تزبط معنا وش تكسر انت؟ تضرك تسوي ايدت انت تبغاك انت اللي تسوي ايدت مو انا الحقيقه حقيقه بالواقع هو على لفه وفي تكمله بعد والله طويله مره اتحداك ما تموت فيها السالفه ذي سالفه الافخاخ هو دريع يا اخي مره يا ساتر حط زاويه يمين زاويه يسار وله انا ما اشوف شيء الافخاخ مغطيه يلا يلا وين اروح تحت لك عشان تخفي تحت لك اللي بعدها بس باقي اللي بعد بعدها اتوقع انه ثنتين ازهل عشان اللي بعد بعدها ازهل خلنا نشوف خذ اللي بعد بعد بعدها كانك زين وضعي شوف واحد يسويها بدون ما يموت مستحيل احس والله احس مستحيل اوه الله اخر واحد اي قزر اوكي بسم الله شوف هذه لعبتي دايم شوف يو جامب واو والله بعيد يا ساتر يا ساتر لازم ما تسك في الجدار شكرا لا شكرا على واجب ما ادري وش الواجب بس اوكي رسميا فهمت لها قبل شوي صار ما كره بس ايزي اللي بعدها لا ما في تبليغ قهر وحي يمين لا والله مو بلعبتي اصبر هد هد يا مصطفى عبدو نيو جمب عبدو نيو ما تشوف جمب تعال اصبر الله يا سلام جبنا ترى اليمين ابحث عن الزر في تلميح لا لا ما نبغى تلميح شوف هنا تعال ترى انا لاعب الماب من قبل تعال تخيلنا في المويه انا احس المويه تمويه هو حول المويه صدقني هو في الصخور هنا شفت لقيت لفنت شفت كنترول ما هذا خرفان يعني بس 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 وش هنا فيه حق الثاني اللي بعد طيب نضغط عشان نرقى فوق انا توني راقي فيها يا اخي ما يمديك ترقى فوق لا في واحده على الشجر هنا الشجره الثانيه هذه لا روح ناظر الجهه الثانيه الجهه الثانيه اوه اللي بعد هنا بيرقيك فوق يعني هنا مستحيل احس اصبر اوه شكلها نيو دقيقه ترى مسار ايوه ها اوكي بعدين يقول لي فوق ها هذا الزر عندي اوكي يلا تعال جايك اوكي سوال ها عادني لا مرحله جديده لي سكيب 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 تعال سكيب انا قاعد امشي طيب انا بستخدم تلميح اتوقع الخرفان في هذا كمان استخدم تلميح والله بستخدم تلميح انا ما ابغى يرجعني مره ثانيه الزر فوق اكبر شجره زر فوق اكبر شجره هذه اللي في النص كيف نرقى لها اصلا انا اعلم كيف نرقى اي والله قاعد اشوفها تعال بعلم كيف ترقى لها تعال صراحه اوكي شفت كيف من هناك بعدين اصبر شلون اصبر ثانيه شلون توجيه اذا وجهت رقابك فوق على طول توجيه الماوس يا الله انت تنط عليها يا اخي شلون النطه ذي تقهر كم اون ايوه شفني ها شو رقيت ما ادري ايوه وصلت اضغط اضغط اوكي شكرا على اللعب اوه جي جي هذه جي جي اوه اوكي والله الليفل هذا يقهر ما ادري شلون بس الحمد لله نسواها ريان الحمد لله عرفنا الفكره ان الزر فوق يعطيكم العافيه المشاهده شكرا على الماب يا كيوبي حلو صراحه حلو تصميم عادي بس انه مش بطال مش بطال ابدا كود الماب ديسكريبشن اللي يبغى يلعبه قناه ريان في الديسكريبشن يعطيكم العافيه على المشاهده كل عام وانتم بخير مره ثانيه وبس بالانستغرام سناب كل شيء سو كود الشوب في اسل قناتي الثانيه حقت رياكشن تحت في الديسكريبشن نشوفكم على خير سلام